السلام عليكم، لا تستنى أحد يرقيك، بل قم بالرقي الشرعية بنفسك. تعاني من حسد في حياتك، أذية، مرض، كسل، عليك بالرقية الشرعية من القرآن والسنة النبوية. يفضل توضع يدك اليمين على المكان اللي يؤذيك أو على رأسك أو على جبهتك، وتقرأ سورة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي مرة واحدة، سورة الإخلاص 3 مرات، سورة الفلق 3 مرات، سورة الناس 3 مرات. والآن نبدأ بالأدعية من السنة النبوية. أول دعاء: اللهم رب الناس، اذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يقاد سقما، 3 مرات. ثاني دعاء: بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، 3 مرات. بس لما تقولين نفسك وترقي نفسك تقولي بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني من كل داء يؤذيني من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيني، بسم الله أرقي نفسي. ثالث دعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 3 مرات. رابع دعاء نقول: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لما أرقي نفسي أقول: أعيذ نفسي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، نكررها 3 مرات. وآخر دعاء نقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، نكررها 3 مرات. دعواتكم، والله يشفيني ويشفيكم يا رب.